لوتشالو لوتشانو ايوه انت موهبه وغنيتي في الدوم مظبوط. عرفينا عن نفسك اكتر وانت اصلا من اصول ايطاليه صح؟ فاحكي لنا بالظبط انت مين بقى وازاي الموضوع ابتدى موضوع الغنى ده. بصي هو انا بابايا كان ايطالي يعني هو الله يرحمه وماما مصريه والاثنين ميوزيشنز يعني بابايا كان جيتاريست ودكتور سنان وماما برضو خريجة كلية تربية موسيقية. أنا في كلية تربية موسيقية دلوقتي بس فأنا مصرية إيطالية وبغني من وأنا صغيرة جدا وتعلمت الغنى وحبيت الغنى بسبب أهلي يعني. بس أنت أصلا عشتي في مصر؟ لا أنا عشت في مصر ومولودة في مصر. تمام. وإزاي بقى وصلتي أو عملتي إيه عشان تقدري تغني في الدوم؟ احكي لنا بقى. أنا الدوم ده جالي صدفة. انا عندي دكتور في الكلية معايا قال لي ان في برنامج الدوم هيعملوا سيزون 2 ولو حابة تقدمي فقلت له ماشي هبعت الفيديو. اكيد الدكتور كان شايف ان صوتك طبعا جميل طبعا جدا عشان يقول الكلام. دكتور محمد عبد القادر ولو بيتفرج يعني دكتور ده على طول بيشجعني وانا اصلا يعني طالبة عنده. هو فعلا هو ساعدني كتير قوي في المشوار بتاعي يعني. المهم ان هو قال لي في البرنامج ده ولو حابة تقدمي وكده فبعت الفيديوز واتقابلت وطبعا اتفاجئت ان انا اتقابلت معرفش ليه ما كنتش متوقعة بس ودخلت بقى كان مشوار طويل 3 شهور في الدوم كانت اكسبيرينس حلوة جدا واستفدت كتير جدا.